السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. إن شاء الله بإذن الله هنعمل حاجة جميلة النهاردة من رجل بنطلون جنس قديم، إعادة تدوير الجنس. يلا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. شايفين المقلمة الجميلة دي؟ خدت كل كمية الأقلام الجميلة دي. يلا نشوف مع بعض محتاجين إيه، يلا نعملها مع بعض. محتاجين مقص وبكرة خيط وسوستة وقلم ومسطرة عشان ناخد المقاسات. المقاس اللي يعجبكم دي حاجة ترجع لكم. انا عاملاها 24 في 20. خدنا المقاس وحددنا، هنتني الاطراف، هنخيط كل طرف. وبعد ما نخيط كل طرف هنركب السوسته، هنقلب السوسته على ظهرها ونخيط الطرف الاولاني بتاع السوسته على الظهر، بعدين نقلبه، بعدين نجيب الطرف الثاني، وهكذا لحد ما الطرفين يتقابلوا. وبعدين بقى نعمل الديفوهات اللي عندنا دي، هنقص مثلث صغير من جميع الجوانب وبعدين نتنيه كده زي ما انتم شايفين ونخيطه او نلزقه ونخيطه افضل. نشوف بقى الشرشوبه بتاعتنا الجميله عملناها ازاي. جبنا الخيط على ايدينا، قعدنا نلف ونلف ونلف كتير كتير كتير، وقصنا من تحت، وبعدين عملنا بقى جبنا خيط لفينا، عملنا العقده اللي فوق اللي انتم شايفينها دي، ممكن نعلقها بقى بحلقه، ممكن نعلقها بخيط المتوفر عندكم. انا ما كانش متوفر عندي حلقه اعلقها في السوسته بتاعتها، فعملتها بخيط، وده بقى شكلها، وده بقى شكلها دلوقتي. شايفين شكلها جميل ازاي؟ واخده كميه قلم قد ايه؟ يعني تاخد الالوان وتاخد الاقلام وكل اغراض طفلك. يا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله استنوني في حاجات تانيه جميله برضو ان شاء الله باذن الله هنعملها مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في تكاسل أو غياب، حب المعلم والكتاب.